السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تكلمنا عن قلة الحياة الميليشاوية وعملية حرث الأرض وتجريف الوظائف العامة بكل مفاصل الدولة عبر زراعة عناصر الميليشيا بشكل هستيري بكل مفاصل الدولة خاصة العسكرية. جبنا مثال هذا الدبيش اللي نبتت له رتبة عقيد في ليلة وعينوه نائب قائد الأمن المركزي. طلعت القصة كام يا دبيش؟ مئات من هراتي الميليشيا عسكروهم من الشارع وصرفوا لهم رتب عليا. كشوف طويلة أصدرها برميل الثورة. أعلنت وزارة الزراعة عن موجة أسراب جراد اكتسحت البلاد. طلعت الجراد أرحم، تأكل شوية وتمشي، لا تدور وظيفة ولا تدور رتبة لواء ولا عقيد. قال عبد الكريم الرازعي زمان: صدرك جهيش ودولتك جرادة، يعلم الله إيش بايقول اليوم. يا رعى الله نفسك عيش فالعمر حرة، يا رعى الله نفسك عيش فالعمر حرة، يا من الموت قيمة فالحب يا سواد. هذولا أكبر جائحة وأخطر بلوة، قد زلازل وانتهت، أجت عصير وانتهت، أجت فيضانات وانتهت، أوبئة، انهيارات أرضية، كل العبر جت وانتهت، وميليشيا الخراب والإجرام هذه مهما طولت بتنتهي، وهذه شهادة منهم. هم يشعرون أنهم زائلون زائلون، فيريدون بأي شكل من الأشكال إدخال الكثير من المحسوب من عليهم إلى مؤسسات الدولة من باب المثل الشعبي الذي يقول يا رايح كثر الفضايح. الظريف انه عمداء وعقداء ورواد الحوثيين اللي عينوهم هم دفعة البطانيات لا غير، من اقتحموا المنازل وهتكوا الحرمات وسرقوا البطانيات وجالسين يهنقموا في الحارات. اللي جنب الميكروفونات تطيط ماني بالي ماني بالي، اما مقاتليهم اللي في الجبهات لا لهم ولا عليهم ولا يعتبروهم حتى جنود. القبقبة للولي والفايدة للقيوم. عيال القبائل بس يصرفوا لهم صناديق وصور ويجيبوا لهم حبة زبادي وقطمة رز. وكتب الله أجركم راعي لي باقي لك، ما معك إلا الحاصل وهات الولد الثاني. عبارة عن سلة غذائية بسيطة تمام وما يجازي الشهداء ويفيهم بحقهم إلا الله سبحانه وتعالى. أيوه جزاكم عند الله، إحنا نجازي أصحابنا القاوقات لهم الرتب وللقبيل الموت والعنى والتعب. حتى شعارهم راحوا في الكويت يعتذروا للسفير الأمريكي ويقولوا لا تصدقوش لا تصدقوش سعادة السفير، هذه اللي شعارات تروح وتجي. نحن نضحك الله على أصحاب آنس وبني حشيش وبني مطار وهمدان، مع أمريكا معزها عند الحنام معزها وأغلاه. المهم اضغطوا في المفاوضات ونلغي الشرعية واعرفوا يا هودا أصلي ها، بس لا يدروا القبائل وش ولا نخص. وعادوا يطلع لك أبو شعفلة يتعلم المحذاقة وليات الرجال ويطبق مثل واحد يشراك واحد يفتح الزنبيل. أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن ينفذ اتفاق يتجاهل التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا اليمني، لأن الشارع الذي خرج ويخرج كل يوم ضد العدوان سيخرج على أي اتفاق سيوقع إذا تجاهل الإرادة الشعبية. طيب يا تحط العضوان انت، لا تتجاوزوش التضحيات انتم ولا تفرطوش، كورونا صرفوا لقتلاكم رتب زي ما تصرفوا العيال القاوقات. مش الناس يقاتلوا ويدعوا عيالهم في الجبهات وانتم تطالبوا بالمناصب في مفاوضات الكويت. اسمعوا صاحب الموتور مو يشتي. المطالب الأساسية وهي ضرورة الشراكة والتوافق على تشكيل السلطات التنفيذية والشراكة في صناعة القرار السياسي. أكثر من كذا شراكة إيش؟ قلت في بيتك وحدك يا حسن زيد 4 عمداء واثنين عقداء و3 رتب للسوق السوداء، هذا وإنت على فهنة ودهنة تتبرطع بمجلس الوزراء لحالك وتمكن لحقك الطبل طلال عقلان. أبصم هنا الحس هنا وعدك بدقها إنك صامت. يا لطيف أنت والصموط اللي فيه، ما قد عرفته من يوم ما خلق الله الليفة اللي بوجهه. إلى ما لا نهاية، كما نحن في الداخل صامدون نتلقى القتل اليومي ونواجه الزحوفات ونواجه ال 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 ها وصلت لأ هيا الحمام على يسارك نهاية الممر، روحي خف رأسك قليل وتفتهم من الصمود وبعدين تعال قل لنا إيش الخبر.
وافق على عبد الرب منصور هادي انتهى في 2014، وكرس هذا النهايف باستقالتي وانقلابي على مؤسسات على الجمهورية اليمنية، هو بحاح وإحداثي حالة فراغ. شكلك نزلت الصموت والمخ كله، الآن الرئيس هادي هو الانقلابي. الله الله، قامت حرب وتحالف عربي وقرارات دولية لدعم شرعية الرئيس، والأخ أبو شعفلة يعتبره انقلابي. ما سبقك إليها أحد من المداليز يا حسن زيد؟ إيش اسم الصنف هذا اللي أنت تتعاطيه؟ وليش هذا كل الحقد على الرئيس هادي؟ مع أنه والله ما بتحصلوش مثله أبداً، ولو كان غيره ما عرفت حوش مجلس الوزراء يا صح. لا تنازل عن ضرورة تشكيل، عن ضرورة إلغاء فترة عبد الرؤوف منصور هادي، لأنه مجرم حرب، والمحافظة على بقائه يوماً واحداً معناها الاعتراف بشرعية العدوان. نعم. والتسليم وسك براءة للسعودية. بين الناس نهم يا طيب، ولا ثقة إلا بالجيش الوطني والمقاومة اليمنية اللي تعرف تتفاهم معكم تمام. لا انتو حق سياسة ولا حق مفاوضات ولا ناوين تقبوها البر، وحدها قوة الشعب هي اللي بتقول لكم وش ولا نخص. خلونا نختم مع شوية خفايف حوثية. بعد نجاح كلية الطب في مهمة تنظيم ندوة عن فكر القرآن الناطق بالشهر الماضي، وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق سابت الطرق والحفر والمطبات وتلغيم القصور، ورجعت تزاحم أمال الباشا بتنظيم ندوات عن العطوان. عبد الوهاب قطران القاضي يكشف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع و600 منصب ثاني راح أمريكا عشان يقول لي مارك صاحب الفيسبوك أنا اللي منعك عند الله وعندك غلق حساب محمد المقالح. محمد بن سلمان يغلق حساب الرفيق القائد محمد المقالح نهائيا بعد زيارته لواشنطن، كانوا قد منعوه من النشر بصفحته بالفيسبوك لمدة 3 أيام على خلفية نشره لصورة سيد المقاومة حسن نصر الله في صفحته. والليلة فقد الرفيق المقالح حسابه نهائيا. كلنا مهددين بإغلاق حساباتنا وفقد صفحاتنا، تضامنوا مع المقالح لكسر هذه الهيمنة والاستبداد وتكميم الأفواه. من أراد متابعة المقالح فليتابعه على صفحته بتويتر. وغلقوه. صوم يا قطران خواتم، ما باقوش أكثر. الميليشيا الحوثية الإرهابية تبدأ بتدريب دفعة جديدة من عمداء وعقداء جدد استعدادا لنفاذ الكمية السابقة ولتلبية متطلبات العيد. أهلا بالعيد، تقنيد أطفال وتدريبهم وقعالة العيد بتكون رتبة رتبة. ضاع مستقبل الكلية الحربية ولا عزاء للطفولة في اليمن. ويا يونسيف مستعكم الله بالخير. هيا أش ولا نخص.